رئيس السيسي يبدأ غدا زيارة إلى الإمارات يبحث خلالها العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة. حفتر والسراج يتفقان على بناء جيش موحد وحل تشكيلات مسلحة. خلال مؤتمر صحفي مع ميركل، بوتين يؤكد ضرورة تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا. جولة إخبارية جديدة من أون لايف، أهلا بحضراتكم. إلى تفاصيلها، حيث وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع في المحافظات للتأكد من توفر السلع ووصولها لمستحقيها من محدودي الدخل. وخلال اجتماع انضم رئيس الحكومة فضلا عن عدد من الوزراء، أعرب الرئيس السيسي عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث الإرهابي بكمين مدينة نصر، مؤكدا على أهمية قيام الأجهزة الأمنية بضبط الجناة في أسرع وقت ممكن ومواصلة التحلي بأعلى درجات اليقظة والاستعداد. تقدم وزير الداخلية مجدي عبد الغفار وعدد من قيادة الوزارة الجنازة العسكرية لشهداء كمين مدينة نصر الإرهابي بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. كان وزير الداخلية قد وجه بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الحادث ووضع أكمنة ثابتة ومتحركة لسرعة ضبط منفذي الهجوم الإرهابي. كانت وزارة الداخلية أعلنت أن عناصر مسلحة يستقلون سيارتين اقتربوا من كمين أمني متحرك بميدان محمد زكي بطريق الواحة، وتبادلوا إطلاق النار مع قوة الكمين، ما أسفر عن استشهاد 3 ضباط فضلا عن إصابة 5 آخرين. يتوجه غدا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات في زيارة تستغرق 2 يوم يجري خلالها مباحثات مع قياداتها. تتناول المباحثات سبل تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، وتأكيدا لحرص الجانبين على استمرار التنسيق بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية. تشهد العلاقات المصرية الإماراتية تطورا إيجابيا يشمل جميع الجوانب، من حيث تنسيق المواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية وتوثيق التعاون الاقتصادي والتجاري فضلا عن التعاون في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. للمرة الرابعة الرئيس السيسي في الإمارات، زيارة تستمر 2 تشكل العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية أهم محاورها. فدائما ما تشهد العلاقات المصرية الإماراتية تطورا يشمل جميع الجوانب، من حيث تنسيق المواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية وتوثيق التعاون الاقتصادي والتجاري فضلا عن التعاون في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات تؤكد الأهمية التي توليها مصر لاستمرار التنسيق بشأن التحديات التي تواجه الأمة العربية، بهدف تعزيز العمل المشترك وحماية الأمن القومي العربي، مع التأكيد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد الحلول السلمية للصراعات التي تشهدها دول المنطقة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية للشعوب العربية. وتأكيدا على هذه الرؤية، استضافت أبو ظبي وبرعاية مصرية إماراتية اجتماعا ثنائيا بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، سعيا لحل الأزمة الليبية واستعادة دور المؤسسة الوطنية بما يحافظ على ثروات هذا البلد ومنع تقسيمه. العلاقات المصرية الإماراتية شهدت خلال السنوات الماضية تنسيقا وثيقا بين البلدين على الصعيد السياسي، خاصة حيال القضايا الرئيسية مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية وغيرها. وتعددت لقاءات قيادتي البلدين ومسؤوليها على جميع المستويات للتنسيق حيال تلك المواقف، وهو ما أظهر نجاحا كبيرا في العديد من الملفات التي تحظى باهتمام الجانبين.
سلم وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته لمدينة عنتيبة الأوغندية الرئيس يوري موسيفيني رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة. وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن اللقاء مع الرئيس الأوغندي تناول الإعداد لعقد قمة دول حوض النيل المقبلة، مشيرا إلى أن شكري أكد على اهتمام مصر بنجاح القمة المرتقبة فضلا عن أهمية مراعاة المصلحة المشتركة وعدم الإضرار بأي طرف في هذا الصدد. اتفق القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج على تشكيل مجلس رئاسة الدولة الليبية، وخلال لقائهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي تم الاتفاق أيضا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد 6 أشهر من الاتفاق، والاتفاق على حل التشكيلات المسلحة وغير النظامية ومواصلة محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه نهائيا، إضافة إلى الاتفاق على ضرورة الامتثال لجميع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم الليبية. صوتت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بالأغلبية لصالح مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا يعتبر القدس مدينة محتلة ويرفض سيادة إسرائيل عليها. ويؤكد مشروع القرار على أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها للأديان السماوية الثلاثة، كما يشمل القرار أيضا الاعتراف بأن المقابر في مدينة الخليل وبيت لحم هي مقابر إسلامية. ويعرب مشروع القرار عن أسفه لامتناع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن وقف أفعالها المتواصلة غير المشروعة بموجب القانون الدولي المتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق لا سيما في المدينة القديمة وحولها. ويطالب إسرائيل بوقف كل الانتهاكات المخالفة لأحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع. بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، يلتقي خلالها الرئيس دونالد ترامب غدا الأربعاء. تبحث القمة المرتقبة بين عباس وترامب سبل إحياء عملية السلام والدور الذي يمكن أن تلعبه الإدارة الأمريكية في استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا خلال اتصال هاتفي آفاق تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب العالمي في سياق الوضع في سوريا. وأضاف الكرملين في بيان أنه تم الاتفاق على تكثيف الحوار بين وزيري خارجية البلدين للبحث عن خيارات تسمح بتعزيز نظام وقف الأعمال القتالية وجعله مستقرا ما يسمح بإطلاق عملية سياسية لحل الأزمة السورية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تؤيد إجراء تحقيق شامل وحيادي في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون بسوريا، وشدد خلال لقائه مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل في منتجع سوتشي الروسي على أنه لا يمكن حل الأزمة السورية إلا من خلال المفاوضات والأمم المتحدة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا روسيا ألمانيا لمكافحة الإرهاب. وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إنه من الضروري تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا، وأكد على ضرورة خلق الظروف المواتية للوحدة ووقف الأعمال القتالية. يجب تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا، وهذا بالتحديد ما سيعمل عليه ممثلون غدا واليوم التالي في أستانا إلى جانب أطراف النزاع السوري. مهمتنا هي خلق الظروف المواتية للوحدة ووقف الأعمال الحربية، بالإضافة إلى وقف الدمار المتبادل
وخلق الظروف لتعاون سياسي بين كل الأطراف المتنازعة. وغدا الجولة الرابعة من مفاوضات أستانا لتثبيت الهدنة بين الحكومة والمعارضة السورية وسط مشاركة أوسع من الأمم المتحدة والولايات المتحدة. وكشفت مصادر عن ورقة روسية من 9 بنود لإنشاء ما أسمته بمناطق تخفيف التصعيد وتحديد آلية وقف إطلاق النار. تنطلق الجولة الرابعة من مفاوضات أستانا حول تثبيت الهدنة في سوريا ووضع آلية لوقف إطلاق النار وسط مشاركة أوسع ومؤشرات إيجابية في ظل إعلان الولايات المتحدة للمرة الأولى مشاركة نائب وزير خارجيتها في الاجتماعات التي ترعاها روسيا وإيران وتركيا. وعشية انطلاق المفاوضات كشفت مصادر عن ورقة روسية تتكون من 9 بنود بهدف التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار. وتبنت الوثيقة إنشاء مناطق لتخفيف التصعيد بدلا من المناطق الآمنة وتشمل محافظة إدلب وشمال حمص والغوطة الشرقية وجنوب سوريا على أن يمنع فيها استخدام أي نوع من أنواع الأسلحة بما فيها طائرات الجيش السورية. وتشير الخطة الروسية الجديدة إلى إنشاء خطوط فاصلة على طول حدود المناطق المذكورة مع إمكانية إنزال المجموعات العسكرية للدول الضامنة لأجل الإشراف على مراعاة وقف الأعمال القتالية. وفي الجانب الإنساني تتحدث الورقة الروسية عن تأمين مرور المدنيين بين المناطق المختلفة وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية وتهيئة البنية التحتية وتوفير متطلبات الحياة اليومية للسوريين. التقدم في مباحثات أستانا يواجه معوقات كبيرة في ظل استمرار الاقتتال بين الفصائل المعارضة وخاصة حركتي أحرار الشام وجيش الإسلام لليوم الرابع على التوالي في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ما دفع الأمم المتحدة إلى إصدار تحذير بشأن تدهور الوضع الإنساني بالنسبة ل 400,000 شخص محاصر فضلا عن تدمير البنى التحتية والمرافق الطبية. بورقة روسية جديدة وحرب بين الفصائل تنطلق مفاوضات أستانا التي يمهد نجاحها في وقف إطلاق النار لاستئناف مباحثات الانتقال السياسي في جنيف. ومعنا لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو الدكتور أشرف الصباغ الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا دكتور أشرف. بداية، ما رهاناتك الخاصة على هذه الجولة الرابعة من أستانا خاصة بعد محادثة هاتفية بين ترامب وبوتين اليوم؟ يعني في الواقع المحادثة لم يكن فيها جديد، فترامب وبوتين تحدثا عن إيجاد آفاق لتسوية الأزمة السورية وإيجاد آفاق حول تثبيت وقف إطلاق النار. ونحن نعرف جيدا أن مباحثات أستانا منذ الجولة الأولى كانت تتحدث عن تثبيت وقف إطلاق النار الذي لم يجري تثبيته بأي شكل من الأشكال، ولكن في كل الأحوال لقاءات بوتين سواء اليوم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غدا ومكالمة تليفونية مع الرئيس ترامب، كل ذلك يعطي شكل من أشكال الحراك لمفاوضات أو مباحثات أستانا، ورغم أن هذه الصيغة ليست مضمونة مثل صيغة جنيف من جهة، ومن جهة أخرى هي صيغة هشة جدا لأن الجولة الثالثة لها فشلت فشلا ذريعا لأن تركيا لم تشارك بثقل والمعارضة السورية المسلحة لم تأتي إلى أستانا أصلا، ومن المتوقع أن تشارك جماعة أحرار الشام اللي هي جبهة النصرة كما يقولون تشارك غدا بممثل. هذا الكلام 50% مقابل 50% ولا أحد يعرف بعد وكيف سيتم مشاركة أحرار الشام التي تصفها روسيا بأنها جماعة إرهابية، وهناك تحديات كثيرة تواجه تشكيلة الوفد الممثل للجماعات السورية المسلحة. آفاق الجولة الرابعة ليست مضمونة ولا توجد أي ضمانات لنجاحها، لأن الوثيقة التي تزمع روسيا تقديمها إلى مؤتمر أستانا هي وثيقة قد تكون محرجة للنظام السوري من جهة، وقد تكون ليست على هوى طهران من جهة أخرى،
وهي في كل الأحوال شكل من أشكال التنازلات، بالمناسبة من جانب روسيا، لأن روسيا كانت في الأساس ضد إقامة أي مناطق آمنة. طيب يعني دكتور صباغ، يعني الوقت قد انتهى، لكن سريعا من فضلك، الطرح الروسي بإنشاء مناطق آمنة لتخفيف التصعيد، هذه الفكرة مرهونة بماذا سريعا من فضلك؟ هذه الفكرة مرهونة بتوافق روسي أمريكي تركي بالدرجة الأولى، وبرضاء إيراني سوري، أقصد سوري حكومي من جهة أخرى. نعم. ولكن في كل الأحوال هذه الصيغة لن تنفذ على الأقل خلال هذا العام، عام 2017. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور أشرف الصباغ، الكاتب والمحلل السياسي من موسكو. ومشاهدينا الكرام، عودة إلى الشأن الليبي، حيث نتابع مع حضراتكم من بنغازي الدكتور عاطف الحاسية الأكاديمي بجامعة عمر المختار للحديث عن المساعي المصرية والإماراتية لحل الأزمة الليبية. أهلا بك معنا دكتور. وبداية، يعني اللقاء الذي جمع بين القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في مخرجاته، هل يمثل انفراجة حقيقية للأزمة الليبية؟ هل تم يعني حسم معظم القضايا الخلافية برأيك؟ مساء الخير سيدتي، ومساء الخير للسيد المشاهدين والمشاهدات. هو في نظري، هو اللقاء اليوم في ابو ظبي، في اماره ابو ظبي، في دوله الامارات العربيه، هو باكوره جهد حثيث ما بين دول المنطقه، منها جمهوريه مصر العربيه والجزائر، وبعض المساعي الاخرى مثل من داخل الولايات المتحده وروسيا، بان المساله الليبيه اعتقد قد حان الوقت لوجود حل جذري لهذه المشكله التي تمثلت في الاتفاق السياسي والنقاط المعيبه في الاتفاق السياسي، وبالتالي وجود الاطراف الرئيسيه مهم جدا. والفترة السابقة كلها في نظري كانت دراسة لمن هي هذه الأطراف الرئيسية التي قد تأتي بالنتائج محمودة في مسألة الخلاف الليبي، وبدأت من لقاء سيد رئيس مجلس النواب سيد عقيلة صالح والسيد السويحلي رئيس مجلس الأعلى للدولة حسب الاتفاق السياسي. وفي نظري بأن هذا اللقاء ما بين سيد السراج والقائد العام المشير خليفة حفتر هي جزء أساسي من هذه المساعي، وقد ترى انفراجها قريبا إن شاء الله، ولكن في ثبات المبادئ الرئيسية التي بنيت عليها من داخل مجلس النواب والقيادة العامة للجيش الليبي، هي ثوابت رئيسية يبدو بأن هي الأوراق الرئيسية التي ذهب بها سيد حفتر بوساطة من دولة الإمارات العربية. طيب دكتور، ما فرص نجاح يعني هذا الاتفاق على أرض الواقع الليبي؟ يعني إذا أشرنا إلى الميليشيات المسلحة، نجد أن هناك من يحركها في مواقع مختلفة في ليبيا، هل نتوقع مواجهة بين هذه الميليشيات المسلحة أو المؤدلجة أو يعني كما تصف، وبين قوات خليفة حفتر؟ هو بالتأكيد نقطة الخلاف الرئيسية ما بين القيادة العامة للجيش والبرلمان الليبي وباقي من يمثل الإسلام السياسي أو الطيف السياسي في طرابلس وبعض المناطق الغربية والجنوبية، هي مسألة الميليشيات المسلحة سواء المؤدلجة منها أو الخارجة عن القانون، وإقحامها في الحل من داخل الاتفاق السياسي، ووجود جسم غريب أو تأسيس جسم غريب ما يسمى بالحرس الرئاسي في طرابلس، والذي فشلا ذريعا في ضم أي عنصر من عناصر الجيش الوطني الليبي من داخل طرابلس، بل كان على العكس تماما، ضم شخصيات مثيرة للجدل، شخصيات خارجة عن القانون والميليشيات. وفي نظري بأن متوقع جدا بأن هذه الميليشيات ليس من صالحها
يعني استبداد الأمن في طرابلس أو الوطن الليبي، لأن مصالحها كانت تسير على ما يرام في سواء في تهريب الهجرة غير شرعية وتجارة الأسلحة والمخدرات وغيره وغيره. هذه بالنسبة للميليشيات الخارجة على القانون. أما الميليشيات المؤدلجة التي تمثل تعتبر أذرع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين وجماعة الليبية المقاتلة وغيرها، ومسألتها هي بأن تضييق الخناق عليها في طرابلس قد يأتي بتمثيل سياسي لهذه الأجنحة، ولكن استبعد في الوقت الحاضر قبول أي من الأطراف سواء السيد السراج أو المشير خليفة حفتر بعقد صفقة مع هذه الميليشيات وكأنها هي تحمل أو تحمي مكانات أو ثكنات الجيش وبالتالي تسلمها، لكن بشروط هي تراها تتماشى مع سياساتها وأجنداتها. طيب ممتاز. اتفاق حفتر والسراج اليوم تضمن بند مهم يتعلق بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد 6 أشهر من الاتفاق. هنا أسألك عن جاهزية الليبيين لمثل هذه الانتخابات في أوضاع يعني الأمن فيها غائب كثيرا، أيضا هناك تحديات كثيرة اقتصادية سياسية اجتماعية كما ذكرت أمنية في المجتمع الليبي، هل لدى الليبيين هذه الجاهزية لنزول الانتخابات؟ هو بصراحة ذكاء الفريق المفاوض أو السيد خليفة حفتر في المشير خليفة حفتر في دخول هذه المفاوضات بمسألة مدنية وهو فرض أو الذكر ورقة الانتخابات، وهي مهمة جدا وهي رسالة مطمئنة لجميع الحراك المدني داخل ليبيا أو دول الجوار أو المجتمع الدولي بأن هناك نية حقيقية من القيادة العامة للجيش بوجود انتخابات وتأسيس على دولة مدنية حقيقية بوجود جيش قوي، وبالتالي أرى بأن رسالة مطمئنة جدا سواء للشعب الليبي أو الدول الجوار والمجتمع الدولي بأن مسألة الانتخابات مسألة جوهرية ويجب العمل عليها وتحديد هذا الهدف بالتحديد من 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 في الاتفاق إن ظهر هناك اتفاق حقيقي في وجود انتخابات في مارس 2018 هو دليل على نية الطرفين بوجود شرعية خارجة من صندوق الانتخاب والتي قد يعني يكون الحل في جعبتها في بناء الدستور وغيره وغيره. أما عن التحديات الأمنية ومسألة الانتخابات في ليبيا، وبصراحة أنا في نظري بأن هناك مغالطات كبيرة بأن المسألة الأمنية في ليبيا هي مسألة ما يعني مش متفاقمة لدرجة بأن تمنع الناس عن صناديق الاقتراع ممكن في مدينة أو اثنين، ولكن الأساس فيها هو العمل على هذا الهدف. يعني أفهم من كلامك أن نعم دكتور أفهم من كلام حضرتك أن القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر هي بشكل أو بآخر تسيطر على المسألة وبالتالي يمكن إجراء هذه الانتخابات، صحيح؟ دكتور انقطع الاتصال مع الدكتور عاطف الحاسية الأكاديمي بجامعة عمر المختار، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الكريمة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل مستشار عسكري في سوريا بنيران قناص من المسلحين الذين استهدفوا موقع للجيش السوري. من جهة أخرى قال قائد قوات الهندسة العسكرية الروسية إنه سيتم تزويد الفرق الروسية لنزع الألغام والعبوات الناسفة بمعدات وملابس واقية جرى اختبارها في سوريا وأثبتت فعاليتها. وأشاد قائد القوات الهندسية بأداء روبوتات تفكيك الألغام التي استخدمت في سوريا وساعدت في إنجاز مهام تطهير المناطق المحررة. الطيران المروحي يقصف البراميل المتفجرة. قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها طردت تنظيم داعش من الأحياء القديمة من مدينة الطبقة الاستراتيجية التي تتحكم في أكبر سد في سوريا، وقالت إنها لا تزال تطاردهم في آخر معاقلهم في الرقة التي تبعد 40 كيلو مترا فقط عن الطبقة. في المقابل اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة السورية باستخدام قنابل تحتوي على مواد كيميائية تهاجم الأعصاب 3 مرات على الأقل، فيما أعربت الأمم المتحدة على لسان
الكابتن ستيفن دوغريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن قلقها إزاء ما أسمته باستمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية لمحاصري الغوطة الشرقية بريف دمشق. هذه تذكرة بأهم العناوين. الرئيس السيسي يبدأ غدا زيارة إلى الإمارات يبحث خلالها العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة. حفتر والسراج يتفقان على بناء جيش موحد وحل التشكيلات المسلحة. خلال مؤتمر صحفي مع ميركل بوتين يؤكد ضرورة تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا. شكرا لحضراتكم.